نبدأ يا شباب. آخر شيء ضل الدنتال بلب differences بسيطة بس بين البرايمري تيث والبيرمننت تيث، معلومات مكررة لكن في نقاط بسيطة لازم نكون عارفينها. البلب تشامبر في البرايمري تيث لو قارناه في الكراون اوف برايمري تيث، يعني في نفس التوث، لو أخذت أنا lower primary first molar قارنت البلب تشامبر بحجم الكراون، راح أجد إنه البلب تشامبر larger in relation to crown size. أنا في نفس التوث، أنا ما بقارن برايمري مع بيرمننت، لا، في نفس التوث البرايمري لو أخذت lower molar شفت حجم البلب تشامبر، راح أجد إنه larger in relation to crown size. في البيرمننت هاي الريليشن بتكون أصغر، ما في فروقات كبيرة، البلب تشامبر بتكون أصغر مقارنة مع الكراون سايز. الاوتلاينز تبعت البلبل او تبعت البلب في البرايمري بتكون تقريبا فولو الكورس او الدايركشن تبع الدنتو انفال جنكشن، تقريبا ماشي مع الاوتلاين تبعته. في البيرمننت مش كثير ماشي بهذا الشيء، يعني ما بقدر احكي انه ما لها علاقه بالدي جي، بس انه ما بتكون منتظمه وماشي مع الدنتو انفال جنكشن زي في البرايمري. البلب هورنز حكينا فيها بتكون ات هاي ليفلز في البرايمري، اوكي، والميزيال بلب هورن دائما بكون اقرب للاكسترن سيرفيس اللي هو للدنتين ولا الانامل، يعني بكون ات هاي ليفل. وانت بتعمل كافيتي بريباريشن اذا ما انتبهت ممكن تعمل بلب اكسبوجر، وعاده الميزيال بكون ات هاي ليفل اوف ديستال، يعني بكون مرتفع اكثر قريب من الاكسترنال سيرفيس اكثر من الديستال بلب. لكن في البيرمننت بشكل عام بكونوا الاثنين ابعد مقارنه مع البرايمري. حكينا عن الفاسكولاريتي، السيلولاريتي الموجوده دائما بتكون ات هاي ديجري في البرايمري تيث، الفورمن بتكون الابيكال فورمن اكبر حجمها، حكينا اكبر، وبالتالي بكون البلاد سبلاي اكثر في البيرمننت بتكون اقل. البرايمري تيث عندهم قدره للريبير، يعني بكون في عندك هاي بوتنشال فور ريبير. البيرمننت بتكون اقل لنفس السبب انه الابيكال فورمن اصغر، وبالتالي البلاد سبلاي والسيلولاريتي بتكون اقل. نيجي نحكي على البرودنشال، طبعا هذا شيء سابق لأوانه يا شباب، المفروض احنا بناخده في السنة الرابعة in details، تاخدوه معي ان شاء الله في البيريدونتولوجي، بس انه الدكتور نبيل حطه فلازم نحكي فيه. شو يعني بيريدونشيوم؟ ممكن اول مرة بتسمع عنه. بيريدونشيوم by definition is the supporting apparatus. supporting apparatus لمين؟ supporting apparatus of the teeth. شو وظيفته؟ شو بيعمل؟ which attach the tooth to the bone of the jaws. انت عندك tissues معينة، apparatus معينة، components معينة تربط لي التوث بالالفيولار بون اوف ذا جو، في كونكشن، في اتاتشمنت، هاي الاتاتشمنت احنا بنسميها بيرودنشيوم. البيرودنشيوم له فور كومبوننتس، اربع اجزاء او اربع اشياء بشكلوا لي البيرودنشيوم. ما بينفع احكي عنه بيرودنشيوم الا باكتمال هذول الاربع اجزاء. الاربع اجزاء نتخيل هو شو اللي بيمسك لي السن انا في البون. انا عندي الجنجيفا، احنا عارفينها شو يعني الجنجيفا اللي هي اللثه، عندي البرودنتال ليجامنت اللي هي اختصارها بي دي ال، اللي هي الاربطه الموجوده ما بين الروت وما بين الالفيولار بون. رقم ثلاث عند الروت سيمنتم اللي هو الجزء الخارجي من الروت، ورقم اربعه الالفيولار بون. هذول الاربعه بنسميهم برودنشيوم. طيب واحد منهم بنشوفه بالنيكد اي عشان ما ننسى، اللي هي الجنجيفا. انا بس اطلع في الاورال كافيتي، بطلع في فم المريض بشوف الجنجيفا، كلنا بنشوفها، هاي اول كومبوننت انا بشوفه بالنيكد اي. طيب في كمان الاذر 3 كومبوننتس انا ما بشوفهم، بشوفهم في الاكس راي. شو هم؟
اللي هو البرجنتال ليجامنت، بشوف الروت سمنتم، الروت كله بنشوفه في الاكس راي، وبنشوف الالفيرال بون. نرجع للبرجنتال ليجامنت، البرجنتال ليجامنت انا ما بشوفها بالاكس راي، انا بشوف السبيس تبعها، بشوف السبيس ذات اوكيوبايد باي برجنتال ليجامنت. البرودنتال ليجامنتس هي عبارة عن سوفت تشو، يعني ما راح تبين لي في الاكس راي، لكن انا بشوف السبيس الاوكيوبايد باي برودنتال ليجامنتس. فهذول الفور كومبوننتس هم بيكونوا لي شيء اسمه بيرودونشيوم، اللي هم السبورتنج ستراكشرز او اباريتس اللي بيمسكوا لي التوث، اتاتش ذا توث مع الالفيرال بون اوف ذا جو. هذول الاربعه مع بعض. اوكي، فاحنا بدنا نقارن البرودنشم اوف برايمري تيث مع البرودنشم في البيرمننت تيث. هذا اللي انا بدي اوصل له. انا اخذت شوي استفاضه بس عشان اوصلكم المعلومه. لما تسمعوا برودنشم تعرفوا شو هو البرودنشم. طبعا احنا عارفين انه السمنتم ثن، ثينر ذان ان بيرمننت تيث. اوكي، اللي بدي اياه بس تعرفوا السكندري سمنتم في البرايمري تيث مش موجود. اوكي، يعني هاي الهدف من هاي السلايد انه نعرف السكندري سيمنتم مش موجود في البرايمري وموجود في البيرمننت. اوكي، طيب في شيء بنسميه الفيولار اتروفي. يعني شو الفيولار اتروفي؟ يعني ليش بصير البون اتروفيك مش موجود في البرايمري وموجود في البيرمننت؟ عادة كاتروفي له سببين، يا اما بكون في اوكلوزال فورسز، تمام، او بكون في شيء باثولوجيك. الاوكلوزال فورسز يعني معروف، تشايلد عمره 4 5 سنين شو يعني بده ياكل وشو او شو بده يطحن على اسنانه، وبالتالي ما في اتروفي. في البيرمننت اكثر، لانها عاده ريليتد، يعمل هابتس معينه انه بضل يعمل حاجه بنسميها كلينشنج او براكسيزم، يضل يشد على اسنانه. أو الأمر الثاني الباثولوجيك اللي هو البور ريزوربشن نتيجة أمراض اللثة اللي هي سببها في ناركوزاتيف ايجنت اللي هي البكتيريا. هذا راح نحكي فيه إن شاء الله باستفاضة في السنة الرابعة. فالألفيولار أتروفي رير مش موجود في البرايمري وموجود في البيرمننت تيث. الجنجيفايتس اللي هو الانفلاميشن اوف ذا جنجيفا، يعني عادة نشوفه في الأضلت أكثر، لكن هذا لا يمنع إنه ما نشوفه بالبرايمري تيث او في تشيلدرن. لانه ببساطه انا عندي تشايلد عمره 6 سنوات تقريبا وعنده بادي كيريوس تيث اكثر من سنه، كله كافيتيز، وبالتالي في فود امباكشن، في فود ريتنشن. هذا الاكل شو راح يصير فيه؟ راح يتخمر، وبالتالي اكيد راح يعمل لي جنجيفايتس. اوكي، هو مش ابسنت 100% لكنه رير. في الأدلت بكون أكثر لأنه طبيعة الأكل طبعا والإهمال بكون أكثر، وكل ما زادت المدة من الإهمال من الأورال هايجين كل ما كان في جينجيفايتس أكثر. هاي سلايد مكررة تماما حكينا فيها كلها. كونكلوجن من الدكتور نبيل، نسمع ونحترمه، إنه الإنمل بالدنتين في تشيلدرن او في اي تشايلد بيشنت اكيد راح يكون ثينر لو قارناه مع الادلت. البلب تشامبر وايدر في تشيلدرن، والبلب هورن برومننت وات هاي ليفلز كمان. اوكي، الروت ترانك اللي حكينا فيه امبارح بكون اصغر، وشكل الروت كنال اللي هي الريبون لايك شيب. بيرودنتال ليجامنتس اللي هو حكينا فيها أحد أعضاء أو مكونات البرودنشيوم. كمان مرة، البرودنشيوم أنا عندي 4 عناصر له، عندي جنجيفا، برودنتال ليجامنتس، روت سيمنتم، والألفيولار بون. هون البرودنتال ليجامنتس اللي اختصارها بي دي ال، هاي الصورة بس نتخيل وين مكانها. أنا عندي هون الروت وهذا السيمنتم سيرفيس. أوكي، وهون عندي الألفيولار بون. ما بين الروت وما بين الالفيولار بون هذا السبيس اللي انتم شايفينه هو مكان البريدنتال ليجامنتس. اوكي، تغلف كل السوكت
تعمل اتاتشمنت للروت سمنتم في كل الاتجاهات. شايفين الدبليو شيب هذا اللي احنا فيه؟ هذا كله بيرودنتال ليجمنت سبيس. انا لسه ما شفت البيرودنتال ليجمنت، هذا السبيس طبعا. والبيرودنتال ليجمنت لو بدي اكبر الصورة ممكن تبين. طيب نيجي على الويدث، هذا السبيس اللي انا شفته، السبيس اللي انا شفته بيعبر لي عن الويدث او اللينث اوف بيرودنتال ليجمنتس. هون مكتوب انه بتراوح ما بين 0.2 ل 0.5 ويدث، شايف انها شوي كبيره طبعا بالمليمتر. الافريج في كتب اخرى اللي هي 0.37 مليمتر، يعني مش واصلة النص ملي، لكن لو جمعناهم 0.2 بلس 0.5 قسمناهم على 2 بيطلع هذا الرقم، فهو معطيك افريج من الى. طيب البرودنتال ليجامنت تعمل اتاتشمنت ما بين السمنتم والبون، يعني بتدخل في السمنتم لمسافة معينة وبتدخل في الالفيولار بون لمسافة معينة. يعني وين تدخل؟ في إيش إحنا سميناه إيش؟ لمنا ديورا. لمنا ديورا عشان نكون عارفينها هي راديو جرافيكال تيرم يا شباب، أنا شفتها بالإكس راي وسميتها لمنا ديورا، تمام؟ هي نفسها اللمنا ديورا إلها اسم ثاني في الهيستولوجي، كريبريفورم ألفيولاس، تمام؟ الالفيولار بون بروبر، هذول كلهم مصطلحات لنفس الشيء، بس انا في الاكس راي لما بشوفها بسميها لمنا ديورا. اوكي طبعا في هناك فانكشنز معينه للبرودنتال ليجامنتس سواء كانت بروتكتيف او سنسوري او نيوتريشن، تفصيلها واسع جدا، يعني إذا بتعطي فيه بعطي فيه نص محاضرة. لكن في إلى فانكشنز كرول، نيوتريشنال رول، سنسوري، أوكي، وبروتكتيف. بروتكتيف معروف إنها أكت أز كاشن أو أكت أز شوك أبزوربنت، لما إحنا بناكل الأوكلوزال فورسز نازلة على السن في فيسيولوجيك موفمنت. يعني البريدنتال ليجامنتس يعني بدنا نتخيلها زي الزنبرك إن صح التعبير، انها بتعمل ابزوربشن للفورس اللي نازله، للمسكاتر الفورس اللي نازله، هاي وظيفتها، هاي كبروتكشن. النيوتريشنال لانه فيها بلاد سبلاي، اوكي، وسنسوري لانه في سبيشالايزد ميكانو ريسبتورز موجوده فيها، لانه احنا نتخيل لو اكلنا اشي سوليد وانت بتاكل اجا اشي سوليد تحت اسنانك بتوقف مباشره، بتفتح ثمك ما بتكسره، تمام؟ هاي اللي هي اسمها sensory function. كمان مرة ما بقدر استفيض لأنه الموضوع كبير. هون في شيء بنسميه sharpest fiber. طيب البرودنتال ليجامنت ما بتيجي يعني إلا في باندلز، تمشي في مجموعات ما بتمشي منفردة، أوكي، اللي احنا بنسميها اهم مجموعه فيها اللي هي البرنسبل فايبر. هنشوفها في السلايد اللي بعده، البرنسبل فايبر اللي بدي احكي لما بيجي هون. البرنسبل فايبر او اي بيرودنتال ليجامنت بيعمل انسيرشن في السمنتم وانسيرشن وين؟ في الالفيولار بون. الجزء اللي دخل في السمنتم، ركزوا معي، الجزء من البرودنتال فايبر اللي دخل في السمنتم ودخل في الالفيولار بون بسميه شاربيز فايبر. شاربيز فايبر هي نهاية البرنسبل فايبر اللي دخل في السمنتم ودخل في الالفيولار بون. طبعا ما بدخل في الالفيولار بون للفول ثيكنس، بدخل عارفين في البريوستيوم اللي هي طبقة الكونكتيف تيشو اللي بتغلف لي البون. المعلومة واضحة يا شباب؟ واضح؟ واضح. اوكي صورة اللي حكيناه، ركزوا لي هون.
هون في عنا برينسيبل فايبرز او البريدنتال ليجمنت نسميها، ما بدي ادخل في تفاصيل. اذا بنلاحظ في هون عندنا الالفيلر بون، شايفينه؟ هاي الالفيلر بون، وفي جزء من البرينسيبل فايبر داخل انسيرتد في الالفيلر بون. هذا الجزء من هون لهون بالضبط هذا اللي احنا بنسميه شاربيز فايبر، اوكي؟ وهون داخل وين؟ في السمنتم، الجزء الصغير اللي دخل في السمنتم، وعلى الاذر سايد هون دخل في الالفيولار بون، هذا احنا بنسميه شاربيز فايبرز، اوكي؟ هاي البرنسبل فايبرز تيجي باندلز، مجموعات، هي عبارة عن 6 مجموعات. طبعا حسب مكانه، في شيء بنصنفه حسب المكان، في شيء بنصنفه حسب الدايركشن تبعه. لما انا بحكي ترانسبتال فايبرز، ترانسبتال فايبرز تربط لمين في مين؟ هاي بتكون موجودة انتر بروكسيمالي، اوكي؟ ترانسبتال يعني بتعمل كروسنج لسبتال بون اوفر ذا الفيولار كريست، اسمها ترانسبتال. الثاني انتم بس اعرفوا الاسماء ويخلف عليكم طبعا، بس انا شوي بزيد في الشرح عشان نتخيلها. في الالفيولار كريست جروب، من وين لوين؟ اكستند اوبليكلي فروم ذا سيمنتم، وين بالضبط؟ جاست بينيث ذا جنكشن الابيثيليوم، تحت الجنكشن اللي بيصير اللي بيعمل لايننج للسلكس، راح نشوفه في السلايد اللي بعديها. يعني من وين لوين باختصار هيك؟ من السمنتم للالفيولار كريست، يعني من الروت للالفيولار كريست، فعشان هيك سماها الفيولار كريست جروب. هوريزونتال، هاي الدايركشن تبعها هوريزونتالي مباشرة من السمنتم للاوكلوزال اوف ذا الفيولار كريست. احفظوا اسمائهم زي ما حكيت لكم، انا بس بشرح الزيادة للي حابب إنه يزيد معلوماته. الأوبليك بيكون هو أوبليكلي، هاي اللي بنعتمد عليها، أهم بندل فيهم. الأبيكال بيكون موقعها أبيكالي، الأبيكس أوف ذا روت، أوكي؟ وهاي اللي هي وظيفتها إنه يعني تمسك لي الروت إن إت سوكيت، بتضل عملت لي اتاتشمنت له. واخيرا عندنا الانترادكيولار فايبرز، اكستندد من السيمنتم تو ذا بون، لكن وين؟ في الفوركيشن ارياز اوف مالتي روت تيث، يعني مش موجود في الانتيريور، موجود وين ما في باي فوركيشن او تراي فوركيشن. هاي بس متخصصة للباي فوركيشن للتراي فوركيشن، يعني موجود في البوستيريور مش موجود في الانتيريور، تمام؟ هون لينكتودنال سيكشن، هون هاي السيركل جروب تيجي زي الدوائر سيركلز لما ناخذ فيها مقطع. دينتو جينجيفال جروب، هاي له علاقة بالجينجيفا، لانه في عندنا احنا دينتو جينجيفال جروب وفي عندنا بيرودنتال جروب. هون كمان مقطع عن هذا الروت، ماشي؟ وهاي الالفيولار بون اللي بينهم، هذا المكان اللي فيه البرودنتال ليجمنت. طلعوا كيف عامل محوط الروت كامل in all direction، اوكي؟ هاي البي دي ال. كمان مقطع هون، هون عندنا السمنتم والالفيولار بون وما بينهم البرينسيبال فايبرز. هون في جزئية بسيطة اللي هي أجزاء الجنجيفا اللي أنا لازم أكون عارفها، أنتو سنة ثانية المفروض يعني عديتوا هاي المعلومات. عندنا احنا فري جنجيفا، الفري جنجيفا اللي هو أول جزء موجود، بيكون قريب من الإنامل وبيكون ريتراكتبل،
ممكن نحركه لو دخلنا فيه بوريدنتال بروب او الاكسبلورر العادي، ممكن نعمل له ريتراكشن ريتراكتبل لفري جينجيفا. تمام، هذا الجزء. والدبريشن اللي هون اللي احنا بنسميه السلكس بتراوح طبعا، بيختلف، مش ثابت عند الناس كلها، ممكن ملي، ممكن 2 ملي، ممكن 3، ممكن يكون زيرو. اوكي، هاي اللي هي الفري جينجيفا. وهون ركزوا معي، بداية من هون لهون هاي الاتاج جينجيفا، من اسمها اتاج، مع اتاج لمين؟ للاندرلاينج بون. طيب ما بينهم، ما بين الاتاج وما بين الجينجيفا، ما بين الفري جينجيفا، في عندنا جروف نسميه فري جينجيفال جروف، بيجي زي لاين نطلع عليه لاين، طبعا مش موجود في كل الناس، موجود من 30 ل 40%، لكن كاناتومي احنا بنحكي كماكرو اناتومي انه في شيء اسمه فري جينجيفال جروف. تركيب البرودنتال ليجامنت طبعا مينلي الكولاجين تايب 1، لكن تايب 3 موجود وتايب 4 موجود، لكن مينلي تايب 1، يعني البرنسبال فايبرز كمان مرة كومبوزد مينلي اوف كولاجين تايب 1، لكن الريتيكولار فايبرز الموجودة تتكون من كولاجين تايب 3. اوكي، وكولاجين تايب 4 وين موجود؟ موجود في البيز اللامينا. بس كمعلومات، اللي بهمنا انه في كولاجينس تايب 1 هو المين فورماتيف بريدنتال فايبرز كمكون له. الفانكشنز حكينا فيها انه act as shock absorbent، هاي الفورسز heavy لكن ممكن تكون intermittent مش على طول طبعا كالشغل له، ممكن تكون اقل من second، ممكن تكون اكثر، راح نشوفه في السلايد اللي بعده. لكن ناخذ example بسيط، واحنا بناكل لو احنا بنعمل chewing لsoft food، نتخيل الفورس اللي نازل على التوس وبالتالي ترانزميتد للبي دي ال بتكون تقريبا من 1 ل 2 كيلو جرام. يعني اي اكل بكون سوفت مش محتاج منه اي فورسز في الماستيكيشن، ببساطة انا بعمل لود على البي دي ال تقريبا من 1 ل 2 كيلو جرامز، لكن لو كان هارد فود ممكن نوصل ل 50. عشان تعرف انه البي دي ال كفانكشن في هاي النقطة جبار. هاي اللي أنا حكيت عنه، ممكن يكون أقل من سكند الفورسز أبلايد عليه كهيفي بريشر، ممكن يكون 1 تو 2 سكند، ممكن 3 تو 4 3 تو 5 سوري. هون كيفية التعامل، ردة فعل البي دي ال إذا كانت الفورس أو البريشر هيفي كشورت بيريد اوف تايم او اكثر، طبعا هاي البيريد اوف تايم احنا بنحسبها بالسكند، اذا كانت اقل من سكند الموضوع بسيط انه بس مجرد الدنسيتي اوف الفيولار بون تتحمل الموضوع، يعني ما بصير كومبريشن للبي دي ال فلويد. اوكي، اذا كان من 1 تو 2 سكند اطول شوي، لا الفلويد اللي في البي دي ال بصير فيه لها اكسبريشن. اوكي، والتوث موفز وذن بي دي ال سبيس، اللي هي احنا شو بنسميها يا شباب؟ بنسميها فيسيولوجيكال موفمنت، بتكون اقل من ملي تقريبا، انه السن بتحرك ان اتس سوكيت اقل من ملي كدايمنشن. لو جينا احنا نحسب الموبيليتي طبعا في لها طريقه معينه راح ناخذها ان شاء الله في الكلينكس، اذا كان اقل من ملي هاي فيسيولوجيك طبعا لها جريد 1 2 3، اكثر من جريد 2 نحكي فيها ان شاء الله بعدين، لكن إذا كانت 1 to 2 second هذا البريشر ابلايد التوث ممكن يتحرك كفسيولوجيك موفمنت، كانت أكثر من هيك من 3 ل 5 second الفلويد بيطلع من مكانه سكويزد أوت،
اوكي، وبصير في كومبريشن للتشوز. هنا بيجي وظيفة مين؟ بيجي وظيفة انه في هناك عندنا اللي حكينا فيها سبيشالايزد ميكانو ريسبتورز موجودة في البي دي ال، تعطي سيجنالز للدماغ انه وقف افتح فمك. لما بدخل فورم بودي ايش يصلت بين اسنانك وانت بتاكل، اوكي بتحس بألم، هذا الألم مين سببه؟ مين اللي سبب لك اياه وخلاك تفتح الفم وتبطل تاكل؟ السبيشالايزد ميكانو ريسبتورز. اوكي، لها تفصيلات كثيرة طبعا ومسميات كثيرة ما بدي ادخلكم فيها، يعني لساتكم سنة ثانية، في رابعة ان شاء الله بناخذها. اوكي، هون البريشر، بس بدي انوه لشيء بسيط. البريشر اللي احنا متعودين عليه للبي دي ال عشان يعمل اكوموديشن، اذا كان هيفي يعني هو ريزيست هيفي بريشر، بس بشرط يكون لشورت ديوريشن اوف تايم، ما يكون حتى لو كان هيفي بس شورت ديوريشن. عشان هيك احنا شو حكينا، من 1 تو 2 سكند، اقل من سكند، من 3 تو 5 سكند. اوكي، فاللي بهمنا هون الديوريشن حتى لو كان هيفي بريشر. طب اذا كان لونج ديوريشن في بريشر، هون بس معطيني اكزامبل مين اللي هو الاورثودونتيك موفمنت، الناس اللي بتعمل تقويم. علم التقويم قائم على ايش؟ ان انا في بريشر ابلايد على التيث بحسابات معينه طبعا وباتجاهات معينه. اوكي، فبخلي يصير في بون ريزوربشن وبخرج الاسنان. اوكي، فبتحركوا لانه من غير بيرودونتال ليجامنت ما في شيء اسمه تقويم، ما في شيء حركه للسن. تخيل انه هاي البي دي ال مش موجوده وفي اتاتشمنت مباشر ما بين السمنتم وما بين الالفيولار بون، نتخيلها بصير في شيء اسمه انكلوزز، تصلب بمسك لي الروت سمنتم مع الالفيولار بون. طب هذا السن لو جبت انت شاحن عشان تحركه ما بتحرك لا بالاورثودونتك ولا غيره، مستحيل. هو انا بصير في عنده انكلوزز، لذلك هاي برضو احد الكلينيكال كونسيدريشنز اوف بي دي ال، موجوده امورها تمام هيلثي، بامكانه الاورثودونتست يحرك براحته. الالفيولار بون بروسيس اللي بدنا نعرفه، نطلع الصوره. الالفيولار بون بروسيس هو المكان من البون اللي بيحتضن لي الروت اوف ذا توث، يعني السوكت اوف ذا توث اللي تحت الخط، هذا بنسميه البيزل بون طبعا، وما بين البروسيس. البروسيس هي المكان اللي بيحتضن لي الاسنان، الروت اوف ذا توث، بس هذا بنسميه الفيولار بون بروسيس، وبالتالي وظيفته سبورت وبروتكشن للروت. له طبعا امبورتنس معين في البروستو، لما انا بدي اجي اعمل كومبليت دينشر اللي هو الطقم المتحرك الكامل، فانا بدي ريدج تكون موجوده. هاي الريدج طبعا البون كفرد باي ميكوزا، وبالتالي هي اللي بتعمل لي السبورت للكومبليت دينشر. طبعا وجوده وتطوره مرتبط بالاسنان، في عنا احنا مقوله في الاسنان، طالما التوث موجود ما في اي بيرودنتال ديزيز، البون موجود. اذا خلعت السن معروف، انت خلعت لور 6 بيرمن، خلعته تقريبا خلال 6 شهور 40% من البون راح يكون ايش؟ ريديوزد، راح يذوب. وبالتالي اليوم احنا ما بنخلع وبنستنى، الا في بعض الحالات الصح نخلع ونزرع ان امكن، لأن التوث نفسه بحافظ لك على البون لينث ويدث. لذلك إذا خلعنا وتركنا مكان الاكستراكشن لمدة بعيدة راح يصير هذا الالفيولار بون بروسيس راح يصير له ريدكشن. الناس اللي ما عندهم أسنان أصلا صار له أتروفي، اختفى، وهون بتيجي صعوبة سواء في الزراعة أو تيجي تعمل له كومبليت دينشر. هاي حكينا فيها الالفيولار بون انه ك راديوجرافيك تيرم اللي هي اللمنه الديوره، اسمه الفيولاس، اسمه توث سوكيت،
هيستولوجيكال تيرم اسمه الفيلر بوني بروبر كريب ريفورم. اوكي، طبعا البون في له تو اسبكت. الالفيلر بون في عندنا ميزيال وفي عندنا اسف سوري في عندنا الليبيال ولينجوال. هاي البكل طلعوا هون، هاي البكل بليت اوف الفيلر بون، بكل بليت، وعندنا هون بلاتال البليت او في اللور اسمها لينجوال بليت. ماشي، الالفيلر بون له بكل بليت ولينجوال بليت او بلاتال بليت، واللي داخله هاي اللي هي الكريب ريفورم. طلع كيف خشنه؟ كريب ريفورم، هذا اللي هو المصطلح الهيستولوجي كريب ريفورم. الميكوزا على عجالة في 3 دقائق، اللي هي احنا بنسميها الميوكس ميمبرين. طبعا المكتوب يا شباب يعني مش كثير تركزوا فيه، بدي أعطيه بس بشكل آخر أقرب لفهمكم إن شاء الله. الأورال ميوكس ميمبرين كتعريف إحنا بنستخدمه to describe any membrane that lines any body cavities. Any membrane that lines any body cavities، ومن ضمنهم مين؟ الأورال كافيتي، فبنسميها اورال ميوكس ميمبرين. اوكي، إله انواع او إله كلاسيفيكيشن، هم 3. عندنا ماستوكاتري ميوكوزا اللي هي بتكون كيراتينايزد، عليها كيراتين. ليش كيراتين؟ عشان تتحمل الاكل اللي بينزل والفريكشن الموجود، فهي كيراتينايزد، فبنسميها ماستوكاتري ميوكوزا كيراتينايزد. وين موجوده هاي كاكزامبل؟ موجودة في الجنجيفا وموجودة في الهارد بلت. أوكي، النوع الثاني لايننج ميكوزا، لايننج جاست لايننج، وبالتالي هاي بتكون نون كيراتينايزد. اللايننج إلها سب ديفيجن، ممكن نسميها تكون لوزلي اتاجد أو فيرملي اتاجد للأندر لاينج ستراكشر، حسب الأندر لاينج ستراكشر الموجود. إذا كانت لوزلي اتاجد او فيرملي اتاجد. فيرملي اتاجد زي وين بالضبط؟ السوفت بلت هو لايننج ميكوزا ونون كيراتينايزد، وفيرملي اتاجد اللبس، اللبس معروف لاينز باي ايش؟ باي لايننج ميكوزا. التشيكس الانفيريور سيرفيس اوف ذا تانج، هذا كله لايننج ميكوزا وفيرملي اتاجد. طيب في لايننج ميكوزا بتكون لوزلي اتاجد تو اندر لاينج بون او فاشيا او مصل حسب مكان، زي مين؟ زي الالفيولار ميكوزا، راح نشوفها في الصوره، زي الفيستيبيولار، زي الفلور اوف ذا ماوث. نيجي بس اورجيكم هون، هون هاي احنا بنسميها الالفيولار ميكوزا، هي لايننج، لايننج ميكوزا. اوكي، ولوزلي اتاج تو اندر لايننج بون. اوكي، هذا الفيستيبيول. في عندنا سبيشالايزد ميكوزا النوع الثالث، سبيشالايزد زين موجود وين؟ موجود على التنك، الميوكس ميمبرين اللي كفرنج ذا دورسال سيرفيس اوف ذا تنك. ليش سبيشالايزد؟ لانه عليه انواع عديده من البابيلي والتوست والتيست بادز، وعليه لينجوال تونسلز، فسمناه سبيشالايزد، له وظيفه معينه. اوكي، هم 3 انواع كمان مره يا شباب، ماستوكاتوري وهي كيراتينايزد ومثالها الجينجيفا والهارد بلت، النوع الثاني لايننج ميكوزا وهي نون كيراتينايزد وعملنا لها سب ديفيجن للوزلي اتاجد او فيرملي اتاجد. مثال الفيرملي اتاجد زي السوفت بلت، الليبس، تشيكس، انفيريور سيرفيس اوف ذا تانج، ومثال اللوزلي اتاجد زي الفلور اوف ذا ماوث، زي الفيستيبيول، زي الالفيول ميكوزا، واخيرا السبيشالايزد اللي هي موجوده على الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج، موجود عليها التيست بادز، موجود عليها انواع من البابيلي سواء الفانجي فورم او فيل فورم، موجود لينجوال تون سيلز اللي هي بيكون في البوستيريور بارت اوف ذا تانج. على السريع هون بس، هاي الجنجيفا، هاي الاتاج جنجيفا احنا بنسميها، هذا الجزء من الجنجيفال مارجن لهون، هاي اتاج جنجيفا. اذا بنلاحظ عليها نقط يا شباب هون، الاورنج بيل بنسميها ستيبلينج،
قشرة البرتقال، هاي اسمها التاج ذو. بالتالي هاي الأتاج ده وين مع مين؟ مع الأندرلاينج ألفيولار بون. طيب هون التاج جينجيفا، هون ألفيولار ميوكوزا، ما بينهم في خط فاصل، هذا احنا بنسميه ميوكو جينجيفال جانكشن. ميوكو من ميوكس ميمبرين اللي هون، وجينجيفال من الجينجيفا. ميوكو جينجيفال جانكشن يفصل ما بين الاتاج، يفصل ما بين الالفيولار ميوكوزا. اوكي، برضو على اوجاني هذا المكان التب، هاي التراينجل احنا بنسميه انتر دنتال بابيلا. انتر دنتال لانه ما بين الاسنان، بابيلا لانها بروجكشن. اوكي، اللي حكينا عنه الاتاج جينجيفا من هون لهون بالضبط، وهي الجينجيفال مارجن. اوكي، وهون الخط الواصل ما بين الاتاج، هاي طلع بيجي لونه تقريبا احمر، ما بين الالفير ميكوزا والاتاج جينجيفا، الميوكو جينجيفال جانكشن. الفري جينجيفال جروف حكينا فيه زي خط، ومش موجود في كل الناس، موجود بس من 30 ل 40% من الناس. ماشي يا شباب، أعتقد السيشن قارب على الانتهاء. هذا احنا بنسميه فيستورينج، برضو لسه انتو يعني بدري عليكم في البيريو، ان شاء الله راح ناخده كمان مرة. جينجيفال مارجن هذا اللي جوا، ممكن ادخل فيه البروب، هذا الدبريشن بنسميه سالكس. هون بكون في عندنا فري جينجيفال جروف او مارجنال جروف، ومش موجود في كل الناس، والجزء هذا من هون لهون وهو الاتاج جينجيفا.